سيدنا عمر يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم. جيب ميزان وزن الأعمال تاعك بالطاعة، وزن أعمالك على الكتاب والسنة، وزن أعمالك على شرع الله، وزن أعمالك على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. واستعدوا للعرض على الله، وجد روحك لتعرض على الله سبحانه وتعالى. احنا لو كان واحد فينا غدوة عنده محاكمة وعنده جلسة في المحكمة، بمعنى يبات يخمم كيف يتكلم، ويبات يتكلم مع المحامي وكيف نهضر وكيف نقول، ولو كان يسقسيني هكذا قول هكذا، ولو كان يسقسيوك هكذا قول هكذا. طيب سيدنا عمر فقل: واستعدوا للعرض على الله، وجد روحك لتقف بين يدي الله سبحانه. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وسوف يكلمه ربه، ليس بينه وبين ربه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشمل منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا الجنة أو النار. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، زنوا أعمالكم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. سيدنا لقمان يقول في سورة لقمان وهو يوصي ابنه، يقول: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وقفة مع النفس، الإنسان يحاسب نفسه وهو في الطاعة، يحاسب نفسه وهو في العبادة، يحاسب نفسه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قلنا الكيس اللي هو الذكي والفطن والساجي والناجح والنبيه والنجيح والفائز، شكون يا رسول الله؟ قلنا الكيس من دان نفسه، بمعنى احنا عندنا في القانون المتهم بريء حتى تثبت إدانته، بصح مع النفس ديما تتهمها، تصوم كل يوم وتقرأ قرآن كل يوم، وكل يوم تصلي في المسجد، وكل يوم تقرأ قرآن، وكل يوم تسمع الحلقة، وتتهم نفسك وتعس نفسك وتراقب نفسك وتحاسب نفسك دائما. ولهذا النبي قال: الكيس من دان نفسه، اتهم نفسه وعمل لما بعد الموت. لأن المحاسبة تحاسب نفسك على ماذا؟ تحاسب نفسك على علاقتك مع الله، تحاسب نفسك على الحسنات والسيئات. شكون لو غالب الحسنات ولا السيئات، الطاعات ولا الذنوب، شنو غالب في حياتك وشنو هو؟ ولهذا أحباب رسول الله سيدنا لقمان فقل: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وحاسب أحباب رسول الله، حسب نفسه على الطاعة عام كامل، عام كامل راك مقصر ولا راك في طاعة الله ولا ماكش مقصر. ولهذا ربي عز وجل في صوت الزمر يحذرنا ويوصينا وينبهنا ويرشدنا ويوجهنا سبحانه جل جلاله. إلى ماذا يوجهنا الله؟ يوجهنا إلى شيء اللي هو المحاسبة قبل الندم، قبل أن تقول: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت.
قبل أن تقول فيا ليتني قدمت لحياتي، قبل أن تقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. قبل ما تنمل حق هذا الوقت، قبل ما تندم، شوف الله عز وجل وش يقول لنا في القرآن الكريم سورة الزمر، يقولنا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، اتباع الكتاب والسنة، اتباع الطريق، وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لهذا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. يجي غفلة الموت، يجي غفلة والمرض، يجي غفلة والهم، يجي غفلة، كل شيء يجي غفلة. ثم يقول الله عز وجل أن تقول نفس تندم. شو النفس وش تقول؟ هذه النفس اللي طلقت لها العنان، النفس اللي كنت تشوف روحك انت دائما بلي راك لاباس، بلي راك مؤمن، بلي انت ما تدير والو، بلي انت راك ما شاء الله، بلي انت ما يخصك والو، بلي انت راك مهم، راك عادي. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. يجيبه الله تعالى بلى قد جاءتك آياتي فاستكبرت وكنت من الكافرين. ولهذا أحباب رسول الله عليه الصلاة والسلام، شوف سيدنا عمر، عمر رضي الله تعالى عنه فوق الأمة، أحد العشرة المبشرين بالجنة، كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمرو بن هشام وأبو جهل أو عمر بن الخطاب، فكان أحب الناس إلى الله سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. سيدنا عمر الذي كان إسلامه نصا وهجرته فتحا وإمامته رحمة، عمر رضي الله تعالى عنه الذي كان إذا قال أسمع وإذا ضرب أوجع وإذا مشي أسرع. سيدنا عمر أحباب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه النبي لو كان نبي بعدي لكان عمر، لو كان نبي بعدي لكان عمر. سيدنا عمر وجدوه مرة يحمل حزمة حطب وهو أميرا للمؤمنين ويجري بها في أزقة المدينة رضي الله تعالى عنه، فسئل لما يا أمير المؤمنين؟ قال لقد حدثتني نفسي. لهذا تحدثنا النفس، تقول لك بلي ودي تارك على الإيمان، تارك ما شاء الله، تارك في الالتزام، وتصلي الصبح في وقته والقرآن في وقته، وتحضر الحلقة والدعوة وكذا ومن ياها إياك. عمر رضي الله تعالى يقول حدثتني نفسي، فقالت يا عمر لقد كنت في الجاهلية عميرا ثم صرت في الإسلام عمر، وأنت الآن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. أحباب رسول الله، يقول الإمام البصيري يقول وخالف النفس والهوى وعصيهما، رد بالك هذه النفس دائما عص روحك منها، وخالف النفس والهوى وعصيهما وإن هما ما حراك النصح فاتهمي، حتى كي ينصحوك نفسك كي تنصحك، رد بالك كي تنصحك بالطاعة رد بالك، كي تدفعك إلى الطاعة رد بالك، وخالف النفس والهوى وعصيهما وإن هما ما حرك النصح فاتهم، والنفس كالطفل إن تتركه هملا شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. هذه النفس كالطفل تخليه يرضع يقعد يرضع، لهذا لازم الأم يتحبس ولدها الرضاع، لهذا لازم انت يا مرات معنى الإنسان يحاسب نفسه، حسب نفسه. ولهذا قيل أن ابن المبارك مرة واحدة نام عن صلاة الليل، عن قيام الليل مرة واحدة،
فحسب نفسه قال والله يا نفسي لا تنامين عاما. قال له مالك نعاقبك؟ عاقب نفسه عام ما بيتش في الليل عام، فاتوا ليلة قيام ليل، عاقب نفسه وحاسب نفسه بقيام عام لله سبحانه وتعالى. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. إنسان دائما يحاسب نفسه. تحاسب نفسك، حاسب نفسك مع الله، شحالك قريب للطاعة وشحالك بعيد على الطاعة، شحالك قريب للقرآن وشحالك بعيد من القرآن، شحالك قريب للمسجد وشحالك بعيد عن المسجد، شحالك قريب للدعوة وشحالك بعيد عن الدعوة، شحالك قريب لحدود الله وشحالك بعيد عن حدود الله، شحالك قريب للذكر وشحالك بعيد عن الذكر. حسب نفسك. ولهذا محتاجين هذه المحاسبة، هذه المحاسبة تصحح علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. هذه المحاسبة تصحح بها علاقتك مع الله عز وجل. إياك أن تغتر، ودبالك تشوف لي ودي تايب لك تصلي أو كلاباس وتجي الجامعة وتحضر الحلقة وتجي تصلى الصبح للعشاء، ودبالك. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول والله لو نادى مناد يوم القيامة يقول كل الخلق يدخل الجنة إلا واحد، لا خشيت أن أكون أنا ذلك الواحد. قال له كان ربي يدير واحد يوم القيامة ينادي، ها يقول قع في البشرية قع من آدم إلى قيام الساعة قع يدخل الجنة، واحد برضه ما يدخلش الجنة. سيدنا عمر تتهم نفسه أنه هو ذلك الواحد مبشر بالجنة. عمر كان يقول كلاما ينزل قرآنا رضي الله تعالى عنه. عمر النبي قال لوالله يا عمر لو سلكت فجا أي طريقا لسلك الشيطان فجا غيره. رغم هذا يقول لهم لو كان ربي ينادي يوم القيامة أو ينادي منادي من قبل الله كل الخلق يدخل الجنة إلا واحد بك ما يدخلش الجنة، يدخل جهنم بين بالعناية بين ابننا. عمر يتهم نفسه، عمر يخاف رضي الله تعالى عنه. عجيب. ولهذا أحباب رسول الله سيدنا أبو بكر، أبو بكر لو وزن إيمان النبي رآه في المنام أن الملائكة جاءت فوزنت إيمان أبي بكر بإيمان الأمة. تقول إيمان الأمة بمعنى إلى قيام الساعة، إيمان أبي بكر يزين إيمان الأمة. أبو بكر أول رجل يدخل الجنة بعد الأنبياء والرسل، أول من يدخل في أمة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الجنة سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. أكثر من هذا بشره النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا أبو بكر بشره المصطفى والصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وسيد ولد آدم والذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، بشره أنه ينادى يوم القيامة من أبواب الجنة الثمانية، أنه أبواب الجنة الثمانية كلها تناديه باش يدخل منها. أبواب الجنة تنادي سيدنا أبو بكر ابن قحافة رضي الله تعالى عنه باش يدخل الجنة من أبواب الجنة الثمانية. سيدنا أبو بكر للنبي بشره بالجنة في أكثر من موضع، في أكثر من 10 مواضيع عدها العلماء بشر النبي سيدنا أبو بكر بالجنة. أبو بكر اللي قال فيه النبي يوم حجة الوداع في خطبة الوداع فوق جبل الرحمة في عرفات قال من صنع ما منكم من أحد صنع لنا معروفا إلا وكافأناه عليه، إلا أبو بكر تركنا مكافأته لله. خلينا ربي يوم القيامة يكفيه. سيدنا أبو بكر اللي قال فيه النبي استأذن ملك من الملائكة أن يطوف حول العرش، ملك من الملائكة من ملائكة الله استأذن الله تعالى أن يطوف حول العرش، فسأل الله عز وجل قوة 1000 ملك وسأل الله 1000 سنة. يعطي له ربي قوة 1000 ملك ويعطي له 1000 سنة 10 قرون. ربي أعطاهما يريد. لما خلصت 1000 سنة
قال الله عز وجل: ما طفت من العرش إلا بقدر نصيب أبي بكر في الجنة، إلا بقدر نصيب أبي بكر في الجنة. نصيب أبو بكر في الجنة شحال؟ إحنا لو إحنا واحد لو كان يمشي عام يقطع الجزائر كاع زوج ملايين كيلومتر فيها، معناه ش عجيب. قال له: ما طفت من العرش إلا بقدر نصيب أبي بكر في الجنة. شحال نصيب أبو بكر في الجنة؟ شيء بمعنى شيء لا. صدق النبي حين قال: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. احنا نتكلموا محاسبة النفس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. عقب عام ميلادي، علاقتك مع الله، علاقتك مع والديك، علاقتك مع جيرانك، علاقتك مع خوتك في المسجد، علاقتك مع أصحابك، علاقتك مع الناس، كفاء. محتاجين محاسبة، محتاجين حاسب نفسك قبل أن يحاسبك الله، قبل أن يقول الله عز وجل لك: هذا كتابك اقرأه كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قبل ربي عز وجل ما يعطيك الكتاب: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأ كتابي، اللهم اجعلنا منهم، إني ظننت أني ملاقا حسابيا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيا لم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية. لا، علي يقول هذا الكلام: يا ليتني لم أوت كتابي، لأنه يعلم ما فيه من السيئات ومن الأوزار ومن الخطايا ومن الآثام ومن البهتان ومن الظلم ومن الكذب ومن الخيانة، يعلم ما فيه. لهذا احتجين نراقبه. أبو بكر يخاف، عمر كما ذكرنا وأسلمنا يخاف رضي الله تعالى عنه وعن أصحاب رسول الله الكرام. وانت يفطن في القبر، يتكاكى في القبر، سيتكاكى في واحد الموضع طفرت، ما ينفعش الندم، قضي الأمر. ولهذا المحاسبة قبل ما تقول: يا ليتني قدمت لحياتي، قبل ما تقول: رجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت.